السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبدي وياكم إن شاء الله بمحاضرات الدياجنوسيس بكتيريا البكتيريا التشخيصية. أول محاضرة راح نتطرق إلها اليوم هي اليوناري تاكا إنفكشن. راح تلاحظون إنه المحاضرة عبارة عن جزئين، جزء أول وجزء ثاني. بالحقيقة المحاضرة كان مفروض هذا الموضوع كان مفروض أن يتضمن 4 محاضرات، ولكن بسبب ضيق الوقت والظروف اللي دا نعيشها لخصنا لكم إياها جدا. راح تلاحظون إنه هي عبارة عن تعاريف وتعداد وجداول حتى تستطيعون فهم المحاضرة بسهولة. إن شاء الله راح تكون ملخصة جدا مثل ما قلنا لكم وبسيطة. نتمنى أن تساعدونا بالمتابعة وطرح الأسئلة اللي تحتاجوها. أول شيء راح نعرف شنو يوناري تاكا إنفكشن. هي a spectrum of disease caused by microbe invasion of this general unitaka. This extended from the renal cortex of the kidney to the urethral meatus. اللي يقوله هو طيف من الأمراض تتسبب بها الميكروبس اللي تقوم باقتحام الأنسجة والخلايا التابعة للجهاز البولي والحالب. الريسك فاكتور الناس المعارضين أو العوامل المساعدة للتعرض لهذا النوع من الأمراض هو أولاً الأيج العمر. بالنسبة للأطفال هم أكثر عرضة، وأكيد الكبار بالسن. لبريجنانسي المرأة الحامل تكون أكثر عرضة. الرينال ترانسبليشن الناس اللي قاموا بزرع كلية، والبلادر كاثوتريزيشن والناس اللي يستخدمون الأنبوب تفير الإدراك. هذولا يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الديزيز. نيجي شن هي العوامل اللي تساعد الميكروب على أن يقوم بالإنفكشن. أول شيء كلما يمتلك الباثوجين الميكروب عوامل أكثر، كل ما يكون أكثر قابلية على عمل الإنفلاميشن الإنفكشن العفو. فأول عامل مهم هو الأدهشن، لأنه إذا كانت البكتيريا لها قابلية على الالتصاق راح تستطيع أن تنتقل وتكون الإصابة. البايوفيلمز أكيد متطرقين فيما سبق من المراحل الدراسية إلى البايوفيلمز، وتعرفون أنه يستطيع البكتيريا التي تعمل البايوفيلمز على مقاومة الأنتيبيوتيك. أيضا الكيدني ستول تساعد، الكابسول بوليساكاريد والهيمولايسين والليبوبوليساكاريد، وأهم شيء هو التوكسين برودكشن. إذا كانت البكتيريا لها القابلية على إنتاج هذه الأمور وخاصة التوكسين برودكشن راح تستطيع أن تحدث الإصابة. طريقة إحداث الإصابة الباثوجينيسيس. من المهم أنه تعرف حضرتك أهم شيء في إحداث الإصابة هو الحالة الصحية للبيشنت، يعني مناعته كيف تكون، عمره كيف يكون، طريقة الحياة، هل هي حياة نظيفة أو كذا، فهذا كله مهم. فيقول depended on the organ involved in the patient state healthy bacteria may be again access to the urinary tract by 3 hours. بالإضافة إلى أنه البكتيريا تستطيع أن تدخل لهذا الجهاز البولي عن طريق 3 طرق. أول طريق هو الأكسندينج أوريتينج، وهو الطريق التصاعدي، يعني عن طريق اللوى يوناري تاكا إنفكشن تصعد إلى الأبر، وهذا يكثر أكثر شيء شائع عند النساء بسبب قصر الحالب عند الماء، وخاصة إذا كانت متزوجة يكثر عندها هذا النوع من الإصابات. أيضا الطريق الهيموتوجينيوس روت واللمفويتك باثوي، الطريق الدموي وعن طريق اللمف. Recognize microbe agent of urinary tract infection. طبعا احنا في آخر المحاضرة وضحنا لكم جدول يقوم بتقسيم الباثوجين حسب مكان الإصابة، جدول جدا لطيف يساعدكم على الحفظ. هو يعني نوعا ما للإطلاع وليس المطالبين به، ولكن هو لكم يساعدكم على الحفظ أسهل من الكلام المسهود. فمن أشهر الباثوجين المسببة هي الانتيروكوكاس، خاصة إذا كانت
فايكوماكسين ريزيستنس، ايضا الستوبتوكوكاس اجلاكتيا اكو بي ستوبتوكوكاس الانتيروبكتيريا الاشيريا كولاي خاصه يعني سيدو مونوس ستوبتوكوكاس بايوجينز كوب اي ستوبتوكوكاس والاستافيلوكوكاس سابوفايتك واستافيلوكوكاس اريوس وغيرها. عندنا ايضا باثوجينز هي اقل شيوعا ليس كومن اجنت، هذه للاطلاع، هذه للاطلاع، ولكن يجب يعني ان تعرف تفيدك في المستقبل. هذا الجدول اللي تحدثنا عليه جدول كلش لطيف، نفس السبيشيز اللي تقدمنا بذكرها بداية الملاحظة موجود. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، إن شاء الله نستقبل أسئلتكم عنها. شكراً.